بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أوسم زد بيكام ليجند. قبل ما أبدأ الحلقة في شخص في الكومنتات، ما أدري بقدر أجيب كومنت حقه ولا لا، اللي فهمته واللي ذكرت من كومنت حقه أن يقول ريام قادرين تعب اللي أنت قاعد تسويه في سالفة أنه مقطعين كل يوم، لكن أن الحلقة تكون 20 دقيقة وحولها ما نبي، نبغى حلقة 40 دقيقة ونص ساعة. أنا حاب أعتذر لك، ما أقدر أخلي كل حلقة في بيكام ليجند فوق 40 دقيقة، خصوصا مع هذا النظام الجديد اللي هو مقطعين كل يوم. أوكي ممكن حلقة تكون خاصة 40 دقيقة فوق، لكن كل حلقة مستحيل مرة، ما عندي وقت عشان أسجل المقطعين، فأعتذر لكم وإن شاء الله أنكم تفهمين الموضوع هذا. فعموما هنوريكم بس وش عندنا اليوم هذا. طيب، نهاية الحلقة الماضية خسرنا من ليون 1-0 في أرضهم للأسف في الذهاب، يعني لازم الإياب ندقكم دك في هذه الحلقة. راح نلعب ضد أتلتي كلوب اللي راح نباريهم في نصف النهائي في الكاس، كويس أني ما زلت أذكر، ومركزهم الخامس يعني فريق قوي نحط في بالنا. بعدين راح نلعب كذا مباراة، فايب خلونا نخش هذه الحلقة. طبعا هذه الحلقة هي أو قصدي هذه هذه الحلقة هي الحلقة ما قبل الأخيرة في مع نهاية الموسم. ما قررت إلى الحين، ما أدري شو بسوي الموسم الجاي ولا فكرت في أي شيء، فنستقبل الاقتراحاتكم في الكومنتات. طيب، بعد من الأشياء اللي انكتبت لي كثير، ريان يا أخي تأنن والله العظيم، أبشروا من عيوني لا أصير أكبر أناني في ذي الحلقة. بس رخ رفع أوكي، بغيت تجي قول. بحاول أتأنن أكثر شيء في الحياة، لأن أكثر الأغلبية يقولون حنا أخذنا الكرة الذهبية على 85 وانتوك في 90 ولا أخذت شيء، فإنجازاتك ضعيفة مرة. لكن بحاول أتأنن بأكبر قدر ممكن عشان أضبط لاعبي. يلا هات كرة، خلنا ندخل نراوغ نشوت نجرب. أوكي قوية لكن في النص. الله، والله توقعت هدف، والله توقعت هدف، يقطع من القهر، ضبطها لي يسكو. صح انها سكت في الكعب ورجعت شوي ورا وعرقلتنا هذه الحركة، لكن توقعت هدف والله قهر. خذ هناك فوق عند بل. يا سلام. لا والله كنت ابغاها طاير برجلي، ليه نط براسه. قهر والله. اوكي، طبعا الأهمية اكثر من أهمية اني ابدع اللي هي الفوز. زي الحين بتأنن شو. اوف، تفاول حكم، تسلل. ايوه كبير، صح عليك كاسيا، توقع اسمه كذا. والله يا انقذنا من هدف، يا الله وش ذا. هي عارضة، يقطع من القهر، والله كان هدف الفوز. ليه كذا؟ يا الله بديت احس ان الكيرف عندي تحسن، والله صاير مره خرافي. بس يقطع من القهر عارضه، كم دقايق؟ 82 والله حرام، وطلعوني بعد. تعادل، والله شيء يقهر يا اخي، تكفى. وش ذي؟ يلا تكفى يا بل تكفى. يا كبير، يا بطل، يا بل، يا أسطورة، صح عليك. والله إني خفت إن نجيب تعادل، الحمد لله. صح يا بل، يوه والله ظهر أول مرة أشوف الفريق اللي ألعب معه يجيب هدف. والله ما أدري، لا في كذا مرة، قد مرة جت مع ماتا، يوه مشت مع بل، شوف وقف هنا شات، يلا مشت. شو تي كلام، جيب ركب هدف، الحمد لله. شو إنه هدف، خلاص انتهت المباراة. يا الله فكت أزمة، والله مباراة الهدف فك أزمة، والله ما توقعت إن نفوز، صح الحمد لله. لو نتعادلنا كان بصير بيتقلص الفارق بيننا وبين برشلونة فاز وأتلتيكو تعادل. أوكي أتلتيكو خلاص بعيد، لكن برشلونة هو المشكلة. طيب عندنا ريال بيتس ما هو بقوي. أوكي بسم الله، ريال بيتس أضعف، فلذلك نحاول نجمع أهداف نضبط وضعنا. اها اوكي،
اوكي اوكي طيب فريق بدا يستلعن وضعي تمام، بسلم كرة البيل، سلم كرة بيل، جرب يا بيل، يو القهر، اخ قهر، ثلاث هجمات ورا بعض ضاعت بيل ورونالدو ومني، شفت كم تسديدة؟ اربع تسديدات، وذا كيف يستلم كورة؟ يا ناس ذا كيف يستلم كورة؟ خش عليه ايه؟ يا الله يا الله صح صح عليك يا بل هنا ما ادري ايش سواه، بس الحمد لله انه وصلت لي. يلا يمدينا فوز بكل سهولة، والله يمدينا فوز. اوه حلو حلو، بس بعيدة، يمدي يصدها بالراحة. يا الله عليك صح يا مودريتش، هات خذ مع مودريتش يا سلام. والله ما توقعت الهدف ابد ما توقعته. حلو. يلا قدرنا نقلب المباراة. شوية انانية زي ما تبغون، هذا اللي جاء، بس يعني مع شوية مناولات احيانا انحشر، لازم استلمها بتأنن بالاهداف. اوكي يعني زي كذا خلاص شوت، جرب حظك تخش جول زي الحين، ما كنت اتوقع ابد، كانت ضعيفة. حلو خلص كورة، سلام، فزنا 2-1 ورجعنا للمباراة بهدفين. حلو هذا اللي نبغاه، 8.0 هذا التصنيف حقنا كالعادة. برشلونة فاز، اوه برشلونة خسر، مش ممكن برشلونة خسر من ختافي 2-0، والله غريبة. صار فرق الحين 13 نقطة، شيء كويس. اوكي حلو، انا بس بدي اشيك ختافي ذولي كم مركزهم عشان يفوزون على برشلونة. المسابقة الدوري الاسباني ليج بي بي اي مراكز، ختافي اوه ختافي خامس، بس يعني برضو يعني، بس حلو ما قصر ختافي يعني معنا، اخروهم صار الحين فرق 13 نقطة، هالشيء يعني يثلج الصدر. طيب عندنا الحين مباراة دوري بعدها الشامبيونز اللي هي لازم نجلد فيها ليون، لازم نجلد فيها ليون 2-0 عشان نتأهل ودور 16، يعني بنطلع من الشامبيونز، ما نطلع من دور 16، من النهائي، من نصف النهائي، لكن دور 16 والله يعني ابدا مو مقبوله مننا كريال مدريد. جرب، اوه والله بغيت تجي هدف، اوه الشوته، والله شوتاتنا قويه لكن مو مركزه. يلا روح رونالدو، رجع اسحب بالاول بالثاني، فيك شوت، حكم فاول، والله بقسوني. لا وين ظهيرنا؟ وين دانيلو؟ فران يا بطل، فران يا كبير، يا فران اقسم بالله ارفع لك القبعة. لي بس ها شلون ضاعت، لو اني ما زعصرف لي، بس حلوة لها تاخذ، ارجع شوت، يوه وش ذا القهر، ليتها جايتني يمين، والله جاية قوية يا حرام، والله ضيعنا واجد ذا الشوط، ضيعنا واجد. يلا رونالدو هدفك راسك، ياه يا كبير، الهدف يقطع ام الهدف يا كوفيتش، والله يا هدف خرافي، كوفيتش اتوقع اسمه كوفيتش، والله هدف مجنون، والله هدف يدرس. رفعت رونالدو زين لكن خلصها مدافعهم، وشوف المراقبة، بوف يا الله على الهدف، اتمنى اجيب هدف زي كذا، ان شاء الله اجيب هدف قصية ودبل في بيكام ليجند. يلا انتهى الشوط الاول 1-0 لنا، حلو قاعدين ندعس. وش ذي الشوتة؟
لا 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 يقطع ام القهر. شوت كالعاده برا والله شيء يقهر. ضيع نواجد. يلا خش خش. هذا هدفي هدفي. يا سلام على الهدف. صح عليك. غيرنا احتفاليه لعيونكم. كلام كليم. مع انه احتفاليه ما ادري ايش تبي، بس اهم شيء الهدف، اهم شيء الهدف. هذا اللي انتم تبغونه. اتأنن اقوى شيء في الحياه. ادخل جنب ال 18 ولا ادخل في البوكس. بوم. روح ارجع لي. والله مره صعبه. مرة ما في لياقة. لا ترميها هناك. وانتهت المباراة 2-0 على سيليتا دي فيجو. والله يا حشرناهم 12 تسديدة لنا، هم تسديدتين الظاهر. حشر حشر حشر. جبنا منها هدف. وبرشلونة رجع بقوة 4-1. زعل من الخسارة وما زال الفرق 13 نقطة. حلو. طيب يلا عندنا الحين مباراة الإياب، وأكثر مباراة مهمة لأنها يا نكون أو لا نكون، يعني يا نبقى في الشامبيونز أو نطلع. بسم الله. والله إني خايف، مو على شيء، خايف عن إن اللعيبة يجيبون العيد ونلقم هدف في البداية. عادي يلا خذ لك. لازم نفوز فوز قوي عشان تعداهم، يعني لازم نفوز 2-0. هذا اللي أبغاه، 2-0 فوق. يلا بسم الله بسم الله. في أرضنا عاد لازم نكون متهيئين. خش اسكو. سلام عليك. ارجع ارجع. روح يدون. اي هذا اللي ابغاه، هذا اللي ابغاه. اوه حكم في يده. اوكي صاير استلم واشوت من برا واجد. الله على الهدف. يا الله على الكير. جمع جمع انت يا جمع. ورانا اهداف، ورانا سلسله اهداف بعد شوي. يا سلام والله هدف خرافي من برا 18 فينش شوت. يلا سلام. انا داخل على طمع في ذي المباراه. لازم تاهل من دور 16. كيف كذا برشلونه، كيف ريال مدريد يطلع من دور 16؟ تجيبون علينا هدف، نجيب عليكم هدف. الحارس مفهي. والله كنت بسحب وبسوي فين الشوت مره ثانيه، لكن لا فاول. انفراده 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 انفراده. تكفى كمل. سلا لا وش قاعد تسوي؟ الله صح عليك. شلون ضاعت هذيك؟ شلون ضاعت هذيك؟ اشوف الحمد لله جبنا هدف. يلا صح يا الدون. والله ما ادري كيف ضاعت. مو حقتي كيف ضاعت، انا ما يخالف قدام الحارس اوكي هذا غباء، لكن حقت الدون قدام المرمى براسك هنا. ما ادري قمت افكر يا شوت باليمين او شوت باليسار، شتها كيف الدون. الحمد لله انا لخبطت جت كور. اشو ما ادري كيف، حد سالني خشت كبري بعد. اشتكينا روبن. ايش بروبن؟ حلوه حلوه. يلا يلا حلو الفكره حلو الفكره. يو شلون صدها؟ اوكي انا اول عمري. لا يا اخي كنت توقعت. شوف رونالدو فتح لي، ناولت له ما جاء، فكيت سبرنت. والله بغيت تجي جول. ان شاء الله ما تحسب على الهجمه. انت الشوط الاول 2-0. يلا لا يجيبون هدف عشان ما يعادلونا. يلا روح يا بل بل وراك. ها اوه على الجول، اوه على الجول. جلد 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 ليون، جلد ليون. خلاص عرفنا لها، عرفنا اللعبة، خلاص دركناها ان شاء الله. تأنن، اطلب من برا 18، جرب شوت بنفس الاعدادات اللي انا حاطها. يعني في كذا شخص قالوا زود التشويت عندك، انت حاطها 2 بس،
خلها ثلاثة، خلها أربعة، خلاص اثنين كفاية، كفاية مرة. أصلاً رجلك قوية تكون. دانيلو؟ أوكي كويس إنه جايبين هدف، جايبين ثلاث أهداف. هدي هدي يا حماس أنت، هدي. فازين فازين احنا. وتأهلنا لدور الثمانية. كويس كويس كويس. تأهلنا من بوابة أولمبيك ليون. الحين بتيجي قرعة الدور الثمانية أتوقع، فخلونا نشوف مع مين راح نحط. يلا القرعة، قرعة ربع النهائي. مي ربع النهائي؟ أوكي. إس ميلان، مانشستر، مانشستر سيتي، مع أتلتيكو مدريد، برشلونة مع ريال مدريد، باريس سان جيرمان وتشيلسي. ليه برشلونة وريال مدريد؟ أنا ماني بخايف ترى، بس يعني ليه؟ أوكي عندنا مباراة الدوري الحين، وندعس بالدوري شوية. خلاص دوري الحين تقريبا هو شيء الأساسي اللي نبغى نسويه، اللي هو الدوري. تشامبيونز موجود، الكاس موجود، السوبر أتوقع أنه موجود، والله ما أدري إذا السوبر حنا خاشينه ولا لا. يلا مباراة الدوري. السلام عليك. لا بل ليه تاخذه من بل؟ الله 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 الله. هدف، هدف اسطوري، هدف مارادوني. غير اني قطعتها من دفاعهم، والله جريت في اثنين. شوف جريت في اثنين وخشيت منهم باليسار قدم ضعيفه. اوف والله تسدح ام الفريق قدامي. سلام، هذه الانانيه اللي انتم تبغونها. هل هي الانانيه اللي بتحسن لي كل لعبي ووضعي؟ ايوه انفراده. ارجع صح يا بواتينج يا بطل. سلام عليك يا بران. وانت الشوط الاول 1-0 لنا. اوه فاول. يلا جرب يا بيل كروس. اوه تغير اتجاهه. يلا ما عليه. انا ما ادري ليش دون مو قاعد يشوت فاولات، والله غريبه. سلام يلا هدفك. صح عليك، صح صح صح. يا سلام، صح صح. سلام عليك. ايش سوى ذا؟ خلاص يا بابا. هاي كابتن. هاي وخر هات هاي الدون. ما ادري اللي حط لي هي يسار، كنت ابغى الهدف لي. خلاص فايزين يعني، ما راح يفيدني شيء حتى لو سجل الدون. كنت ابغاها بس ما ادري اللي حطها يسار. يلا مو مشكله. هذا هو جبناه الهاتريك. صح عليك. لا بدعنا في المباراة، بدعنا، جبنا الكمباك من ليون، فزنا عليهم 3-1، وكنا خسرانين 1-0 من ريال بيت، جبنا 2-1. يعني وضعنا تمام اليوم، وضعنا مرة تمام. وانتهت المباراة 4-0. الله جلدناهم جلد، ولا تسديد لهم، والله غريبة، والله غريبة. حشرناهم حشر. برشلونة فاز 3-0، واتلتيكو فاز 3-0، وحنا فزنا 4-0، وصكينا 90 نقطة. يا سلام، والله المنظر خرافي. صكينا 91 ريتنج، يووو الريتنج خرافي مرة. والله الريتنج عندي مرة فل. طيب ضد اتلتيك كلوب
راح نلعب الأولى راح نسكبها، المباراة الثانية راح ألعبها. عندي أمل في فريقي، عندي ثقة. فزنا 1-0. أوه شيء، أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة 3-0، هذا بالذهاب. أوكي أوكي، قاعدة تصير أشياء غريبة هنا. طيب حين الإياب، الإياب مهمة لأن الفرق 1-0، لو علق الفرق 5 ممكن نسكبنا الثانية، لكن راح نلعب الثانية. يرى المباراة التالية ضد أتلتيك كلوب، أتلتيك كلوب جلدناهم، متوقع اللي تعادلنا، لا إيه كنا متعادلين طول الوقت. هذه المباراة كانت في بداية الحلقة، متعادلين طول الوقت، في آخر شيء جاب الهدف وأنقذنا. يا الله 1-0 جابوا، داخلين بقوة ذولي والله، داخلين بقوة. حلوة ريدريغز يا بطل، الحق الحق أي واحد. يو يا كروس، والله خلاها مركز على الزاوية الثانية، لكن ماش ما حالف الحظ، والله جنب العارضة بالضبط. صح عليك يا سمير، روح يدون، ارجع لي. لا قوية مرة، هذه قوية مرة لانك حاطها قدامي، بس فيك سبرنت. يا الله وش في ذا داعسنا، شو ذا متحمس. الله كنت ابغاها في الزاويه اللي فوق ما يصدها. اخ يبينا انانيه بقوه، يبينا انانيه بقوه. يوه بغت تخش والله، صايرين طق راس واجد الايام، ما ادري ايش السالفه. السلام عليك، استلم هدف لعيونكم. صح، يلا الحين التعادل، جبنا التعادل في مجموعة المواجهتين 2-2، يبينا نتعادل في ذي المباراة عشان نفوز في مجموعة المباراتين. وتلاحظون فوق على اليمين 2-2. اوكي لا نجيب، لا يجيبون هدف في اخر دقائق، لا يجيبون هدف في اخر دقائق. لا العرضيات اشواء. اوكي طب واحد يطلع صح اشواء، الحمد لله 2-1 الشوط الاول. يا اخي والله العظيم ما ابغاهم يخبطون انا في اخر شيء. كروس حلوه، هارنالدو شوت. اوه وين راحت، وين؟ روح يا بل اذا تبغاني انا ورا. لا شلون ما جتني. يوه اي واحد يتابع الكوره، يا القهر. الله يستر. صاحب واتينج وايش دي يا شباب، في لاعب طايح على الارض. سلام عليك يا كاسيميرو، يا بطل يا بيل، سلام عليكم. صح عليكم، كذا نروح النهايه على طول، كم دقيقه بس؟ 71. ما نضمن. لا يجيبون هدف علينا، بعدين نتعادل ونروح اشواط اضافيه، هذا اللي ما نبغاه. لا بغيت اخذ احمر. يوه كم لعبت النهائي. ايوه اوف، والله بغينا ننهيها، والله جت مزعه قويه. اشواء تاهلنا النهائي. صح الله، مو مشكله اتلتيك كلوب، والله اديت يا بنات اديت. هذا اللاعب الوحيد للامانه اللي اعرفه فيهم يعني. طيب اللي تاهل اكيد اتلتيكو لانه صاك. اوف النتيجه 7-1 في الذهاب، 3-1 3-0، وفي الاياب 4-1. والله نهائي خرافي يعني، ريال مدريد واتلتيكو احس اهون من ريال مدريد وبرشلونه. اوكي طيب راح نسوي سكيب للمباراتين هذه. اوه كلاسيكو تشامبيونز وربع النهائي، يعني الحلقة الجاية راح تكون شيء اسطوري، الله يستر. طيب عندنا الحلقة الجاية نستفتحها بمباراة الذهاب في ارض برشلونة، في ربع النهائي، ثم بعدين الدوري، ثم نرجع للتشامبيونز،
بعدين دوري كذا اربع مباريات ثم هذه الخامسه السادسه وسابعه ثامنه تسعه تسعه تسع مباريات الحلقه الجايه هي الحلقه الاخيره الا اذا فزنا في الشامبيونز راح يكون في نهائي راح يعني نمشي نصف نهائي النهائي اذا فزنا في كاس اسبانيا ولا خلاص ما في الا عندي كاس اسبانيا فعندنا مباريات كثير الحلقه الجايه ان شاء الله الحلقه الجايه تكون اطول من الحلقه هذه فيعطيكم العافيه على المشاهده كما اخوكم يا اوسم زد